العالم، مصلحة الشعب العراقي. اي والله مدعومون الله. هو الحسين من اجل من يعني هو كله اصلاح، كله يعني علي من هو ضحى بروحه بعياله باصحابه كله من اجل من اجل الاصلاح. والله اجواء يعني خير وبركه ان شاء الله. اي والله اجواء الامام الحسين خير وبركه، وراح يعني راح والله وحشه وحشه راح تصير علي ان شاء الله. هاي الايام قضيناها ما نحس بها، شاهد الله ما نحس بها. ايام ابو عبد الله حسين، بس هو يكون الحسين عبره مش عبره، اكون عبره للامام الحسين. اي والله بس اساس المواكب ابو عبد الله بمناسبه التالي 40 الامام الحسين عليه السلام، هذا موكب من مواكب ابا عبد الله، وهذا طريق مؤدي الى خطوه، هذا طريق الاصلاح اللي مشى به ابا عبد الله، طريق الاصلاح، طريق المحبه، طريق التسامح. رساله الامام الحسين رساله عظيمه، لا يعني لا تكفي حتى بصفحات وليست بكلمات قليله. رساله سيد الشهداء، رساله التضحيه، رساله الفداء، رساله الاصلاح، رسالة الإسلام، رسالة كل الرسالات. كل احنا في خدمة الحسين وهذا العراق من رأس الشاسة ما شاء الله من الموصل للفاو كله في خدمة الحسين، سنة وشيعة وصابئة ومسيح ما شاء الله، الله يوحدها وندومها إن شاء الله. بس اللي بيهم شيء كم شغلات يعني ها مثل مساع مزعين أوراق غير شغلات ضد الأربعينية وضد الهاي، وإن شاء الله ما يقدرون عليها. الحمد لله. أنا بيتنا بحي السلام بالقزيزي رايح للخطة الإمام علي. المفروض إحنا من رايحين مشاي نلتزم بالمبادئ للحسين، مات من الإنسانية من الغيرة بالإصلاح من العمل الطيب، كن نلتزم بهذا الشيء مو نبقى هالشكل على والله مشاي وكل شيء ماكو فايدة. والله بخير وفضل. انا قبل كم يوم جيت من كربلاء، رحت من بيتنا لكربلاء للنجف مشاي وهسه راح الخطوه ان شاء الله. هذا قدمنا ريوقات للزوار واحنا بخدمه الحسين وبخدمه الوطن وبخدمه البي، كل من بي رحم احنا هم خدمه الحسين. الله يتقبل من عندهم زيارتهم وتعبهم ومشيهم هاي ويفكهم من هالمشاكل هاي ويفكنا ويفككم ان شاء الله.